السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سامراء الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي نوافذ. هذا البرنامج اللي يتناول شخصية وموضوع في شتى المجالات الفنية والثقافية والسياسية والاقتصادية وحتى الرياضية. مشاهدينا الكرام، خلينا نتعرف على ضيف حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نوافذ، ابقوا معنا. هو شخصية لا تعرف الكلل ولا الملل ولا الاكتفاء في حصد الإنجازات والشهادات العلمية، مثابر ومسلح بكل المعلومات التي يحتاجها من يريد أن يحقق النجاح على كل الأصعدة. فهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية وبلقب علمي أستاذ، وحاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من كلية اللغات جامعة بغداد عام 2005، وحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق جامعة تكريت عام 2015، حاصل على دبلوم في اللغة الفرنسية من جامعة بغداد، شغل العديد من المناصب الأكاديمية في جامعة تكريت، منها عميد كلية الهندسة في جامعة تكريت عام 2018، عميد كلية هندسة النفط والمعادن وكالة في جامعة تكريت عام 2017، رئيس قسم علوم الحاسبات 2007 إلى 2009، مدير مركز الحاسوب وتقنيات المعلومات في الجامعة 2009 إلى 2011، معاون عميد كلية الهندسة بجامعة تكريت للثلاث سنوات 2012 إلى 2014، مدير مشروع ابن سينا الافتراضي ومدير مشروع الكيبل الضوئي، كما شغل منصب مفتش عام في وزارة الموارد المائية بدرجة وكيل وزير، عضو في العديد من الجمعيات الهندسية، عضو في لجنة تحسين الجودة والاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس لأكثر من 50 لجنة علمية في جامعة تكريت، رئيس لأكثر من 20 لجنة تحقيقية وتدقيقية في مجال البحث العلمي وفي الوظيفة العامة، رئيس لجنة قسم الاعتمادية لدخول الجامعة التكنولوجية عام 2019، حاصل على لقب الأستاذ الأول في التخصصات العلمية عام 2017. مجال اهتمامه هو الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية. سيرته الذاتية الغنية بالألقاب العلمية والمناصب والإنجازات تدعو للفخر، وهي محط احترام وتقدير جاءت بعد سعي وجهد متواصل من أجل تحقيقها وتسخيرها لخدمة العراق والمحافظة. كما إن هذه السيرة هي مختصر لما تحمله شخصية الأستاذ الدكتور المهندس فياض الدليمي، رئيس هيئة الاستثمار الحالي في محافظة صلاح الدين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سامراء الفضائية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج نوافذ. إذن مشاهدينا الكرام، بعد اطلعنا على التقرير الخاص بضيف حلقتنا لهذا اليوم، وأيضا اليوم راح نجري هذا اللقاء مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور المهندس فياض الدليمي. أهلا بك دكتور في برنامج نوافذ. مرحبا بكم وبقناة سامراء الفضائية. نعم دكتور، بداية يعني خلي نطلع احنا وايضا المشاهد نعطي فكرة عن مفهوم الاستثمار اليوم، شنو الاستثمار؟ شنو طبيعة الاستثمار حتى يتعرف ايضا المشاهد ونتعرف بالتالي احنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتكلم عن الاستثمار نتكلم عن الاقتصاد ونتكلم عن التجارة الربحية. نعم. وهناك جهتين مستفيدة من هذا الجانب. نعم. اللي هو المستثمر والمستفيدين من الاستثمار. تمام. المستثمر بطبيعة الحال لديه رأس مال ويريد أرباح من رأس المال. نعم. من خلال القطاعات اللي هو راح يأخذها ونتكلم عنها لاحقا، لكن الجانب الأهم هو من هي الجهات المستفيدة من الاستثمار. راح يشغل لي
أول شيء طبعا حسب طبيعة نوع الاستثمار أي الفرصة الاستثمارية، هناك أيدي عاملة، هناك إسكان لمواطنين، هناك تشغيل لمستويات متعددة من أبناء المحافظة التي يقع فيها الاستثمار بكل صنوفها، من الطبيب والمهندس والمعلم والفلاح وغير المتعلم وأصحاب المهن التجارية والصناعية، لأن الاستثمار بحد ذاته هو مرافق خدمية، وأي مرفق خدمي عادة يحتاج أيدي عاملة. وتصنف الأيدي العاملة مثل ما تكلمت من أعلى مستويات إلى الناس البسطاء اللي هم خلينا نسميهم الغير حاملين، يعني غير اللي يحملون الشهادات لعمال البناء والحرفيين وما شابه ذلك. إذن الاستثمار بحد ذاته انعكاساته إيجابية على المجتمعات في المناطق التي فيها هذه الفرص الاستثمارية. جيد. يعني أيضا للاستثمار أعتقد أنه قطاعات، ما هي هذه القطاعات اللي تدخل في الاستثمار؟ شكرا على السؤال. القطاعات بالحقيقة بالاستثمار متعددة. ولو أتكلم لك عن واقع صلاح الدين، هناك قطاع سكني في صلاح الدين وهو يشكل نسبة كبيرة بالحقيقة من الاستثمار، وقطاع تجاري وقطاع ترفيهي وسياحي وتعليمي وزراعي ورياضي وصحي، وكل قطاع له طريقة في التعامل. وحتى صناعي ممكن؟ طبعا الصناعي أكيد واحد من القطاعات المهمة في مجال الاستثمار. طيب اليوم شلون تشوفون أنتم كمسؤولين عن هيئة الاستثمار في محافظة صلاح الدين واقع الاستثمار في المحافظة؟ تعرف الاستثمار ظهر ضمن يعني قانون 13 لسنة 2006. البعض يفسر أنه قديم ونحن نعطيه أنه حديث بالنسبة إذا ما قارناه بالدول المتقدمة أو الدول المجاورة. ولو ذهبنا إلى أي دولة مجاورة وشفنا التقدم العمراني وبكل القطاعات البنى التحتية، يعني أقصد به لو سألنا نجد الاستثمار هو المحور الرئيسي أو المرتكز الرئيسي في نهضة هذه الدول. واقع صلاح الدين هناك 108 إجازة استثمارية منحت، نسبة كبيرة ذهب إلى القطاع السكني، والآن عندنا 18 مجمع سكني، 22 ألف وحدة سكنية الآن في صلاح الدين، وهناك 18 عندنا مجمع تجاري، وعدد كبير من المرافق الترفيهية والسياحية والصحية والزراعية. واقع صلاح الدين في الاستثمار أنا تكلمت سابقا واليوم أتكلم، خلال سنة بإذن الله سيلمس المواطن في صلاح الدين الاستثمار الحقيقي. واليوم يمكن إذا واحد يعني مر في صلاح الدين مساء راح يجد هناك معالم جديدة من خلال الاستثمار، الإضاءات الموجودة، ولو مر نهارا راح يشوف بنى جديدة بالحقيقة ذا طابع ممتاز جدا، وهذا بالحقيقة مؤشر جيد على وجود الاستثمار. هناك مجمعات تجارية ظهرت الآن شارعين عندنا في صلاح الدين، في محافظة صلاح الدين في قلب تكريت أسميها الشوارع الاستثمارية. إذا نحن ذاهبين إلى الاستثمار مهما كان أي مشروع لازم تكون هناك معوقات، لكن هذه المعوقات هي تعرف أنت اليوم ما تعرف الصح إلا أن أشوف الخطأ، وهذا من يعني احنا ما ممكن نقول الاستثمار وردي بكل معانيه، لكن العمل الدؤوب الان والزيارات الميدانيه والخبره اللي تولدت عند القائمين على الاستثمار اليوم، حتى الاراء اللي نكتسبها من المواطن البسيط او المجمعات السكنيه او التجاريه التي سلمت، هذه تعتبر فيدباك ترجع لنا المعلومه، بحيث انه احنا لما نعطي مشاريع اخرى
نأخذ بنظر الاعتبار الإخفاقات اللي صارت بالمشاريع السابقة. هذا هو بالحقيقة اللي نسميه التحسين المستمر للوصول إلى الهدف المنشود من أجل أن نحصل استقرار حقيقي في الاستثمار في صلاح الدين. جيد. خلينا أسألك يعني من خلال هذا الحديث سؤالي ممكن يكون مركب، ما هو الاستثمار الحقيقي وهل هناك استثمارات غير حقيقية كانت موجودة على أرض الواقع اليوم في محافظة صلاح الدين؟ وأيضا بالنسبة للنسبة الكبيرة للاستثمار السكني أو الدور السكنية كانت تلبي الرغبة اليوم عندما المواطن يتحدث عن وجود مجمعات سكنية قد تكون بعض الأحيان يعني فوق السقف الاقتصادي اللي ممكن أنه قادر عليه. فلهذا مرات تذكر أنه هذه من ضمن خانة المقاولة أو مو من باب الاستثمار، فكيف تعرفها اليوم؟ شوف يعني سيد الكريم، احنا عادة اي مشروع استثماري بشقين. نعم. شق انه المستثمر من يجي اكو هيئة الاستثمار تطلب من عنده بعض المتطلبات اللي هي معروفة، خطاب الضمان. نعم. كفاءة مالية للمشروع انه عنده. نعم. الاعمال المماثلة. نعم. المستمسكات اللي إله. نعم. وخارطة وتقدم العمل. نعم. هذه يجب أن تتوفر. تمام. هذه من وجهة نظر من متطلبات هذه شروط كهيئة أنه يستثمر. الشق الثاني. نعم. ماكو إجازة استثمارية تمنح لأي مستثمر حتى لو وفرت كل هذه إلا يأخذ موافقات اللي هي أساسية. نعم. من 11 دائرة إذا ضمن التصميم الأساسي للمدينة و17 دائرة إذا كان خارج التصميم الأساسي. هذه بحد ذاتها يعني ما أنه كلمة حقيقية، أنا دا أتكلم عن واقع تفعيل المشروع لكن كإجراءات رسمية. نعم. حتى يجي يمنح الإجازة وراها يبدي يذهب إلى التنفيذ. تمام. لازم هذه الجانبين المطلبين تتوفر حتى تمنح الإجازة. نعم. أوكي. القضية اللي أخرى اللي هي مسألة المقاولين. يعني بالنسبة لي أيضا منح الإجازة فقط تعتمد على التصميم الأساسي للمدينة والمنطقة والقضاء. هذا كلمة تصميم أساسي تعرف أنت هناك دوائر أنا أتكلم عنها اللي هي مسؤولة عن يعني لما أروح للإسكان، لما أروح للتخطيط العمراني، لعقارات الدولة، البلدية، الزراعة، الصحة، التعليم، كل واحد وإله متطلبات الأساسية حسب طبيعة المشروع. ولهذا هناك دائرة التخطيط الموجودة في المحافظة مسؤولة عن طبيعة البناء، الإسكان معهم يعني حتى يعني تعطي الجمالية والتخطيط العمراني ووقع المدينة. الجانب اللي هو نتكلم عن المقاولين، تعرف انت انا كواجهتي مستثمر، لكن المستثمر ممكن ان يجيب شركات اخرى وتعمل من ضاويه، لكن انا الواجهه الرئيسيه هو المفوض، مدير المفوض الخاص بالشركه المخول بمراجعه هيئه الاستثمار. اذا هو ينطي مقاولين طبعا اكيد المستثمر عنده راس مال، لازم يجيب شركات اخرى لاجل تنفيذ اعماله. جيد. يعني اليوم الفرص الاستثماريه في محافظه صلاح الدين شنو الفرص هذه اليوم المتوفرة أو المتاحة في المحافظة؟ تعرف هيئة الاستثمار بدأت في صلاح الدين يعني عملها الحقيقي من 2010. نعم. ومنحت العديد من الإجازات بالقطاع السكني، واليوم كل المشاريع بالحقيقة اللي منحت هي منحت قبل أن أتي إلى هيئة الاستثمار. ولهذا لو بعضها منحت من 2010 و12 بعضها سلمت، والبعض الآخر تعرف أنه حتى لن دائما نعطي الأسباب لأجل أنه نقول أنه هذا المشروع صار تلكؤ به ونعطي الحجج والذرائع. تمام. لكن الحقيقة تبريرات، لكن حقيقة هناك بعض المشاريع توقفت لمدة 4 سنوات. تمام. بسبب الأحداث اللي مر بها صلاح الدين، هذه الظروف اللي الطارئة اللي مرت على المحافظة،
وما بعد النزوح بالحقيقة فالمستثمرين كانوا يلاقون صعوبة في هذه الفترة، هذه المشاريع توقفت، لكن المشاريع بدأت من 2016 بعض بال 2017 صعودا الآن. بعض المشاريع طبعا بسبب هذا التوقف لازم ننطيها قانونا تمديد مدة إضافية العمل كتعويضية. العمل الآن ماشي يعني بكل المشاريع، عدا بعض المشاريع بسبب يعني ظروف خاصة أخرى مستغلة. من هذه المشاريع دكتور شنو المشاريع اللي يعني أتيحت وتوقفت بسبب الظروف اللي تحدث بها، واليوم ممكن أنه ترجع وتستأنف من جديد؟ بعض القطاعات بالحقيقة الصناعية دمرت، بعض مدن الألعاب أيضا دمرت بسبب أحداث داعش، بعض المشاريع بالحقيقة بسبب وجود القوات الأمنية، تعرف الظرف الأمني يطلب تواجد القوات الأمنية في بعض الأماكن، وتعرف أن هناك أيدي عاملة تصل 1000 عامل يوميا، خاصة عندنا مشروع في سامراء السكني، هذا حال دون تنفيذه أو تأخير في تنفيذه، واليوم صار أكثر من شهر بالحقيقة سمحت القوات الأمنية دخول هذا المجمع والعمل الجاري. فالتبريرات اللي تعطى عادة بسبب ظروف قاهرة مر بها المستثمر، عندنا في صلاح الدين هذا مشروع ب 2400 2858 يعني تقريبا هذا الرقم، وحدة سكنية، هذا مشروع بالحقيقة بسبب الأحداث لكن اليوم حقيقة يوم أمس اتصلت بالمستثمر وأرسل لي صور، وإحنا زرناه قبل شهر شفنا العمل بالحقيقة على وتيرة ثابتة، العمل واضح جدا ضمن مواصفات جديدة بالحقيقة. يعني هذا المشروع أنا أقول يعني أنه فاتحة خير على سامرة، لأنه الشركات اللي صممتها شركات أجنبية مستوحات يعني من خبرة كبيرة تمتلك هذه الشركات، المستثمر أيضا له عقلية جيدة، أيضا عندنا لا يعني حتى أكون منصف كل الأخوة الذين هم مستثمرين اليوم في صلاح الدين هم يمتلكون العقلية الاستثمارية، وأكيد هيئة الاستثمار من خلال مهندسيها اللي هم يراقبون العمل ويرفعون التقارير، المكاتب الاستشارية اللي موجودة على كل مشروع دائما هي تراقب لتنفيذ هذا المشروع وفق المخططات اللي هي مصادقة عليها. بنسب إنجاز دكتور العمل الجاري يعني ممكن نعرف النسب اللي تعرف المشروع لما نتكلم عن 2800 وحدة سكنية على مساحة 600 وتقريبا 80 دونم بأطوار احنا نسميها فيزات، الفيز الأول المشروع بدأ يعني اليوم أمس بالطابق الثاني وصلوا. عادة هيك مشروع ضخم له فترة زمنية، لكن المستثمر احنا عادة نعطي مدد ثابتة نعرف حجم العمل وتصادق توافق عليه هيئة الاستثمار، فالمشروع سينجز بإذن الله وفق المدة الزمنية المحددة. ممتاز. لما نتحدث دائما عن الاستثمارات اللي أخذت حيز كبير في مجال يعني إتاحة الفرص هي الاستثمارات السكنية، لكن أغلبها ببناء أفقي، متى نرى ممكن البناء العمودي يدخل بالاستثمار؟ أو عادة يعني البناء العمودي نذهب احنا ذهبنا إلى البناء العمودي، الآن عندنا مجمعين، واحد في صلاح في تكريت وواحد في طوز خرماتة. لا ماكو صعوبات عادة، تعرف لما يكون عندك البلدية أو العقارات الدولة عندها أراضي تمنح بمساحات، المستثمر عادة يجي يقول لك أنا أذهب إلى الأفقي، تغيير في المواطن أيضا ثقافته يذهب إلى الأفقي لما يمتلك إمكانية أن يشتري. طبيعة الإنسان اليوم المجتمع العراقي مجتمع مضياف، يحب دائما أن يكون عنده مملكته خاصة،
لكن احنا نذهب، تعرف حتى جمالية المدينة لما يكون عندك ناطحات سحاب، خليها لما يكون عمارات عندنا مجمعات كامية، الكلفة بالمجمعات التجارية بالعمودي تكون أرخص دائما. لكن حاليا احنا يعني في طور الاستثمار، لازلنا في مرحلة الأولية في البناء الأفقي، حال يعني إكمال الموافقات لمنح الإجازة في البناء العمودي، المشروعين أيضا في طور يعني حصول على الموافقات الكاملة، تقريبا 4000 وحدة سكنية الآن في معروضة في الديوم ومحالة إلى شركة يعني في الإجراءات منح الإجازة، وفي طوس خرماتة أيضا نفس الإجراء. ممتاز. يعني هذه ممكن أنه تحددها هيئة الاستثمار أم نفسه هو المستثمر اللي قرر إذا ما ممكن انه يكون البناء عمودي او افقي؟ شوف يعني السؤال اجابته بها يعني عدة اجابات، يعتمد على رأس المال، على المساحة الممنوحة يعني المتوفرة أيضا، والموافقات الدوائر الأخرى. دائما أنت مرات تحكمك أنه أنا يعني وين أذهب باتجاه. أنا قصدي أنه ممكن هيئة الاستثمار أيضا تدخل كمساهم لأصحاب الدخل المحدود، خصوصا وأنت ذكرت أنه تكون مواطأة الكلفة قد ما تكون البناء عمودي، ممكن تحل كثير من أزمات السكن أو مشاكل. وأعطى الكلفة موضوع هذا يعني يعني بالاستثمار بأقل. ما نذهب إلى، لأنه دائما نفكر على المدى البعيد. نعم. يعني لأجل أنه نحافظ على المدينة. نعم. وكل شيء له سعره، لكن عموما البناء اللي هو لما يصير عندك اكتظاظ سكاني، نسبة سكانية. نعم. عالية جدا، تضطر أنه أنت تذهب إلى البناء العمودي، لأنه هذا موضوع نحن يعني هو جزء من عملنا الحقيقي، لأنه إحنا لا نسمح أنه يعني بالتعاون مع البلدية وعقارات الدولة والمحافظة أنه نذهب إلى أنه نأخذ كل الأراضي. نعم. وبالتالي ما تبقى فرصة. يعني اليوم أنا إذا كل بناء أفقي، يعني أنا حتى المدينة طابعها العمراني نظرتها راح تكون غير ملائمة لبيئتها، حتى تكون بالشكل اللي يليق ب طبيعة المدينة. فإحنا البناء العمودي هو جزء رئيسي بالحقيقة، وأنا أعتبره أيضا جزء حضاري اليوم. وثقافة البناء العمودي ثقافة مهمة جدا اليوم. نعم أنا راح يكون عندي أقل مساحة، ولكن إمكانية أن أسكن آلاف المواطنين. حتى الخدمات المتوفرة عليها يصير الكونتروبولتي عليها، السيطرة عليها عالية بشكل يعني يليق بها. يعني حتى نبقى أيضا في هذا الموضوع المهم بخصوص البناء الأفقي والعمودي، ممكن أنه اليوم هيئة الاستثمار أيضا تستنسخ تجارب من محافظات الإقليم أو دول أخرى. اليوم أغلب هذه المحافظات اللي سبقتنا نوعا ما في البنى التحتية والأعمار توجهت أيضا إلى البناء العمودي، ونعم هنالك بناء أفقي، لكن هناك كثير من الاستثمارات في البناء العمودي، ممكن أنهم تأخذون هذه التجربة. شوف دائما الحليم اللي يستفاد من تجارب الآخرين، والحضارة هي النقل بالتواصل. نعم. ويمكن يعني قبل أسبوع أنا زرت أحد المحافظات واطلعت على واقعهم الخدمي في الاستثمار، وهي مو عيب اليوم أنه أنت تشوف تجارب الآخرين حتى تنقل هذه التجربة إلى واقعك، لأنه حتى الإخوان اللي يجون على الفرص الاستثمارية يعطي آراءه. يعني هو أكيد يحمل تجربة في داخله، يحمل رؤية في داخله، لكن هذه الرؤية قد من جانبه هو. احنا أيضا عندنا رؤية، الإشراك هالرؤى راح نوصل إلى الهدف اللي احنا نريده حتى ينجح الاستثمار. اليوم أنا كرئيس هيئة الاستثمار والأخوة معايا والمحافظ أيضا، أكيد هدفنا الأول والأخير أن ينجح الاستثمار في صلاح الدين. اليوم أنا أكون سعيد جدا لما المواطن بالشارع يشوفنا ويقول أنا جدا سعيد أنه أشوف الاستثمار وأنا مستفاد من الاستثمار. يعني هذه بالحقيقة أنا أعتبرها إنجاز لهيئة الاستثمار. أنا أقول لك إحنا منفتحين بشكل، وعدنا أيضا زيارات قريبة جدا إلى حتى الدول للاطلاع على واقع الاستثمار الحديث. تعرف اليوم دائما اكو ابديتنج، اكو يعني تحديث،
أكو تحسين مستمر إن كان في المواد، إن كان في طبيعة البناء، إن كان في التكنولوجيا. اليوم أنا مو أفكر فقط أبني، أفكر شلون أستغل الطاقة الكهربائية المتجددة في مسألة الإضاءة وفي مسألة التبريد، وأقلل الحمل على الكهرباء الوطنية. اليوم أستخدم منظومات أخرى لتحلية اللي هي الـ RO وأجيبها في المجمعات، أجيب مصانع أخرى في معالجة النفايات اليوم اللي هي طبيعة. هذا هو بالحقيقة مطلب حيوي ومهم، واليوم احنا هذا الموضوع يعني هذه من أولويات اليوم هيئة الاستثمار العمل والمضي. يمكن أنا أول ما جيت لهيئة الاستثمار يعني أنا فكرت بهذا الموضوع حكم خبرتي في عمادة كلية الهندسة، عندما كنت عميد الهندسة وعندنا قسم في الهندسة هو قسم هندسة البيئة، والتعاون مع الأخوة في بيئة في دائرة البيئة في صلاح الدين، والخبرات الموجودة عند بعض الأخوة المستثمرين أيضا طرحنا هذا الموضوع، حتى يمكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي قلنا يا أخوان في أي واحد من أبناء صلاح الدين من المثقفين نشرك الكل لديه خبرة في هذا المجال، خلي ينطينا القليل ينطينا رؤيته والخبرة. أبوابنا مفتوحة، لأن اليوم المهم أن تشارك كل الرؤى لأجل أن يكون قرارك سديد. ممتاز دكتور، يعني خلي ناخذ فاصل ونرجع حتى نكمل هذا الحديث الشيق بخصوص الاستثمار في محافظة صلاح الدين. مشاهدينا الكرام، فاصل ونرجع حتى نكمل هذا الحوار. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. إذا نرجع حتى نكمل حديثنا مع الأستاذ الدكتور المهندس فياض الدليمي، رئيس هيئة الاستثمار في محافظة صلاح الدين. حياك الله دكتور من جديد. دكتور، تحدثنا عن الفرص الاستثمارية المتاحة اليوم، ما هي الفرص اللي تقدم أو قدمت إلى هيئة الاستثمار بالمحافظة، وأيضا نظرتكم إلى هذه الفرص اللي موجودة؟ بالحقيقة هيئة الاستثمار لديها رؤية وأعلنت عن بعض الفرص الاستثمارية، واليوم أتت أيضا إلينا فرص استثمارية. جيد. في هيئة الاستثمار هناك مطروح معمل سمنت في صلاح الدين، وتحدثنا سابقا وجود دراسات بالحقيقة في هذا الموضوع من جامعة تكريت، على اعتبار أنه أكون متخصصين بالحقيقة مختصين في مجال الجيولوجي والعلوم، وعندهم مسح ميداني ومختبري للأماكن التي تتوفر بها المواد الأولية لإنشاء معمل السمنت. فهذه فرصة استثمارية بالحقيقة متاحة، ومحدد أيضا مكان وجود هذه الفرصة الاستثمارية اللي هي في منطقة البيجي، على اعتبار أنه هناك أراضي في منطقة السكريات هي تتوفر به هذه المادة. اليوم أتتنا أيضا فرصة استثمارية من جامعة تكريت لإنشاء 500 وحدة سكنية داخل الجامعة. تعرف من تجيك يعني فرصة استثمارية من وزارة تقل يعني بالحقيقة هذه نوع من التسهيلات علينا في هيئة الاستثمار لمنح هذه الإجازة، لأنه عادة منح الإجازة لمستثمر هي يعتمد على موافقات الجهات الوزارات، إذا ما تكون تعليم عالي أو صحة أو تربية مرتبطة بوزارة أخرى أو البلدية الإسكان. أيضا هناك مدينة طبية لجامعة تكريت أيضا فرصة استثمارية، ومسبح أولمبي في الجامعة. إذا ثلاث فرص استثمارية من جامعة تكريت، والآن يعني يعني بإذن الله ستعلن قريبا، يعني الجامعة بالحقيقة علمتنا بهذا الاتجاه. أيضا هناك فرص استثمارية في مجال الحقول الحيوانية، تربية الحيوانات والنباتية في الدور وفي البيجي، وتعرف هذه الفرص الاستثمارية مرتبطة بتوفر الأرض بالحقيقة الزراعية وتوفر المياه، وهذه فرصتين أيضا مهمتين جدا. فرصة استثمارية أخرى في معمل الألبان، لأن تعرف أنه أنت صلاح الدين كان هناك فيها معمل الألبان ويعني دمر بالحقيقة. دكتور، بالنسبة للاستثمار في معمل
الألبان أو المصانع اللي متوقفة، هل هنالك أيضا فرص، خصوصا أنه هذه أيضا من باب تدعم المنتوج الوطني، تحقق فرص عمل، ممكن أنه هذه الأعمال أو المعامل ترجع من جديد وممكن أنه تستأنف وتنتج وأيضا يتم الاستثمار فيه؟ شوف، هناك معمل ضخم جدا ويعني كان يشغل آلاف الأيدي العاملة، اللي هو معامل الزيوت النباتية اللي في البيجي، ومعمل الأسمدة الفوسفات. أنا أتمنى يا أخي العزيز أنه تعاد، بس تعرف هذه مرتبطة بوزارات أخرى. نعم. إحنا كهيئة الاستثمار اليوم أيضا دكتور، وين تشوفون العوائق أو الإشكاليات اللي تواجهكم حتى هذه المشاريع المهمة الاستثمارية ممكن أنه ترجع من جديد وأيضا يتم العمل بها؟ وين تشوفون أنه شوفوا يعني أنا أتكلم، يعني من أتكلم أمنية غير أتكلم واقع. تمام. اليوم لما هذه المشاريع في البيجي بالحقيقة، وتعرف المصاب الكبير اللي وقع على البيجي، مدينة منكوبة اليوم خلي نعيد أعمارها. نعم. وراها نبدي عاد نفكر حتى الناس ترجع بعافيتها وتعاد إلى ترمم بيوتها. ذيك المرة نذهب إلى الصناعة، لأنه عادة الصناعة تأخذ من المنطقة اللي هي الأيدي العاملة الموجودة فيها، مثل ما الآن أعيد مصفى البيجي والعمل ساري. أنا أقول لك بإذن الله إحنا لدينا توجه حقيقي اليوم، المستثمرين في البيجي ذهبوا إلى المجمعات التجارية اللي موجودة سابقا توقفت، اليوم الحاجة الملحة أنه يعيد هذا الموضوع. اليوم مشروعين تجاريين على وشك أن يبدأ. ممتاز. عندنا أيضا مجمع ترفيهي، يعني هذا كان من المجمعات التي ينسر الشخص بالحقيقة لما يذهب إليها بمساحتها وبطبيعة العمل بيها، ودمرت بالكامل بالحقيقة، رجعت 0%، بل أكثر من ذلك، لأنه الأنقاذ الموجودة بها تحتاج فترة لإزالتها. أيضا لا تنسى أنه هناك مجمعات صناعية اللي هي معامل الطابوق الثلاثة الموجودة في النمل. أنا دا أحكي لك، يعني المواطن اليوم يسأل يقول هل أنتم فقط ذاهبين إلى السكني والتجاري؟ نعم. هو لا أبدا، هذا الموضوع اليوم عندنا سؤال مطروح. اليوم عندنا ثلاث مسابح. نعم. مجمعات مسابح ترفيه. وترفيهية. نعم. ومول ويعني خدمات جذب أخرى. للشباب هذه أخي العزيز، لما أنا عندي اكتظاظ سكاني. نعم. ووفرت له سكن، لازم أوفر له خدمات أخرى. أكيد. اليوم صلاح الدين بعد سنتين بإذن الله سيشهد إقامة مباراة دولية في السباحة. جيد. وهذا اليوم في قلب تكريت المسبح الأولمبي. نعم. واليوم مشروع ثاني اللي هو الآن العمل جربي في القادسية، وهناك مسبح أيضا آخر مع كل المرافق الخدمية اللي تعلق من كافتيريا وقاعة عراء مناسبات وعراس ومطعم موجود في الزهور. بنفس الوقت كل المجمعات السكنية هي يجب أن تتوفر بها مرافق خدمية، اللي هي مدارس ابتدائية وثانوية، تتوفر بها روضة، تتوفر بها مركز صحي، ويتوفر بها جامع. اليوم هذه ويعني أضيف لك معلومة أنه المجمع اللي بسامرة في جامعة أيضا بالتصميم الأساسي مطروح بعد استحصال موافقة وزارة في هذا المجمع. إذا معنات أنه إحنا نمشي بمنظومة تكاملية، لأنه السكن وحده يجب أن أوفر له مول. ممتاز. يجب أوفر له كل مدرسة، يجب أن أوفر له المرافق الخدمية، لأن هذه جزء من متطلبات الاستقرار النفسي. أكيد. والاجتماعي للساكنين ضمن هذه المجمعات. نعم. بما أنه إحنا نتحدث عن مشروع جدا مهم في سامراء الحضارة، هناك أيضا موضوع مهم اللي هي الاستثمارات السياحية، توجهت بخصوص هذا الموضوع، ممكن أنه تستغل هذه الأمور المراقد المقدسة اللي موجودة، الاستثمار السياحي، الاستثمار، توجهكم بهذا الخصوص؟ سامراء لها خصوصية بالحقيقة، واليوم مطروحة أنه هي عاصمة الحضارة الإسلامية، و
العمل الجاري بالحقيقة أن تصبح سامراء بها معالم تراثية وحضارية ودينية اليوم. نعم. طابع الديني اللي هو مهم جدا اليوم، مليونين زائر سنويا. نعم. يأتي إلى سامراء، فسامراء يعني أرض خصبة، أرض خصبة للاستثمار. نعم. السياحي والديني والحضاري. نعم. فتحتاج اليوم إلى فندق بالحقيقة. فندق. واليوم أنا قلتها سابقا واليوم أقولها. نعم. الفندق السياحي بنفس الوقت نحتاج لنقل هؤلاء الناس الزائرين. نعم. يعني أوفر مطار. نعم. وطرق. نعم. لأجل لأن المواصلات هي مرتكز رئيسي في تفعيل، هي مو القضية من أقول سيستم. نعم. أتكلم عن نظام، وهنا النظام نظام تكاملي. لما أتكلم عن سياحة تتوفر به مطار، لما أتكلم مطار لازم أتكلم عن فندق. السياحة إذا لازم أكو أثار وأكو مراقد. نعم. وأكو سكن مرافق. طيب وأكو موضوع المطار يعني موضوع طال انتظاره، فقط كانت أحاديث تتحدث عن وجود مطار تكريت اللي ممكن أنه مثل ما ذكرت أنه يفتح كثير من الآفاق لفتح أيضا مشاريع استثمارية ضخمة، توافد الشركات العالمية. أين وصل موضوع المطار؟ عادة يعني أكو جانب مهم بالاستثمار في بالمطارات. تعرف المطارات هي على وزارة النقل والمواصلات. تمام. إذن هي تابعة لوزارة النقل والمواصلات. لما تطرح وزارة النقل والمواصلات الفرصة الاستثمارية بناء على الحاجة من المحافظة. نعم. تعرف يعني عادة المدينة هي تعرف حاجتها. أكيد. إيش الموضوع حيلة بالحقيقة إلى مجلس إلى المحافظة، وعلى اعتبار هو ضمن تنمية الأقاليم كبنى تحتية. نعم. موضوع الآن يعني تحت أيدي المحافظة برعاية السيد المحافظ. نعم. والاستثمار شو وقت ما حيل الموضوع، لأن نحن جاهزين بالحقيقة في التعامل مع هذا الصرح المهم جدا، لأنه يعني نحن اليوم شنو اللي يمنع أنه نحن في الاستثمار واحدة من عناصر النجاح الاستثمار أن يتوفر لدينا مطار. عندما يتوفر المطار؟ المطار تعرف هذا يعني موافقات بين وزارة النقل وبين المحافظة. يعني إذا الموضوع مو ليس أمام. يعني لو كان على الاستثمار نحن من يوم غد سنذهب. إذا أيضا هذا سؤال إن شاء الله راح نوجهه إلى حكومة محافظة صلاح الدين بخصوص هذا الموضوع. أكيد أنا إذا أقول لك المحافظة يعني المحافظة الآن تحتاج هي أكثر مما اليوم الاستثمار يحتاج. المحافظة هي راعية الاستثمار، راعية كل الخدمات، الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والثقافي هي بيد السيد المحافظ. نعم. لأنه هو الراعي الأول. فأكيد واحد من الأجندات اللي يحملها المحافظ في باله أنه يذهب إلى تفعيل المطار. تمام. اليوم إن شاء الله. يعني ما نتحدث عن المطار، عن كل هذه المرافق المهمة، تحدثنا عن سامراء وأرضها الخصبة الحضارية الدينية، كل هذه الأمور. أيضا اليوم هيئة الاستثمار كيف ممكن أنه تجذب إلى هذه المناطق، إلى محافظة صلاح الدين، الشركات العالمية؟ دور هيئة الاستثمار بالاتفاق مع الشركات العالمية. هيئة الاستثمار اليوم لديها 5 شركات أجنبية تعمل في صلاح الدين، وأنا قلتها سابقا واليوم أقولها. لما الشركات الأجنبية إن كان محل عربية أو دولية وتعمل في أرض صلاح الدين، مؤشر جيد إلى الاستقرار الأمني ومؤشر جيد إلى نهوض الاستثمار ومؤشر جيد إلى نهوض الاقتصاد. لدينا 5 شركات تعمل في القطاع السكني اليوم. هذه الشركات تحتاج إلى طريقة وأسلوب أو دبلوماسية لترغيبها حتى تجي تستثمر اليوم بالمحافظة، أم أنه
اليوم تشوف الأوضاع بشكل عام في محافظة صلاح الدين أنه مستقرة نوعا ما، ما تنظر إلى وضع العراق بشكل عام، شو ممكن أنه أيضا أنتم تجذبون هذه الشركات العالمية؟ اليوم إذا موجودة 5 شركات كيف ممكن أنه أسويها 50 شركة موجودة اليوم؟ شوف لو أنا قاعد ببيتي وما أطلع يسمونا عندي ضعف في العلاقات العامة. العلاقات العامة اليوم في أي مؤسسة هي محور رئيسي في التواصل مع العالم الخارجي. احنا عندنا ضعف هذا؟ ما عندنا ضعف، ولكن ظروف قاسية مرت على صلاح الدين. ما يمكن، هذه لازم نعترف بها. لكن اليوم وبالحقيقة بالأمس، ومن أتكلم بالأمس أتكلم الأخوة الذين سبقوني في إدارة هيئة الاستثمار، بالحقيقة هم الذين جلبوا هذه الشركات وليس أنا. لكن أنا اليوم في خططي في طبعا مهم جدا حال ما تجي بالحقيقة الفرص الاستثمارية. اليوم أنا دا أطرح فرص استثمارية، لكن أنا الفرص الاستثمارية التي أعطيت هي العمل الجاري بها. لكن اليوم أنا من أعطي فرص استثمارية أكيد رح أوازن بطبيعة الحال من المستثمرين. تعرف هناك يعني أنت تعتمد تختار من، أكيد لما تجي تلقى واحد متمكن جدا، مو لأنه أجنبي، لا، إذا لقيت محلي بالحقيقة وقادر تنفيذه أنا أحيله إلى المحلي، لأنه أنا هدفي أنه رأس المال ما يطلع خارج. لكن إذا ما لقيت ذيك المرة بنفس الإمكانيات بنفس الجودة، لأنه عادة إحنا نقول للأجنبي عندنا تصور أنه الأجنبي يمتلك تكنولوجيا، لكن إذا توفرت هذه التكنولوجيا أتمنى أني المستثمر محلي الأولوية للمحلي. الأول أنا عندي طريقين، أن يكون المستثمر محلي بس قادر على إنجاز المشروع ضمن المواصفات. ذيك المرة أنا أضمن أنه رأس المال هو داخل حدود المنطقة اللي أنا أعمل بها، وهذا ما الدولة تريده بالحقيقة. ممتاز. في يعني قطاعات مهمة تحتاج إلى استثمار، منها الكهرباء، وأيضا تحدثنا عن موضوع النفايات، ممكن أنه مصانع لتدوير النفايات، بحثتوا اليوم عن مستثمر ينهض بواقع الكهرباء اللي طال الموضوع والحديث عن هذه المشكلة اللي لازمة المحافظة والعراق بشكل عام، عن النفايات اللي موجودة اللي ممكن أنه هذه المصانع تعين البلدية وأيضا تظهر جمالية المدينة، وممكن أنه المواطن يكون عنده وعي أكثر في الحفاظ على منطقته على مدينته. مسألة الطاقة الكهربائية مسألة مرتبطة بوزارة الكهرباء، وعادة وزارة الكهرباء بالحقيقة يعني أي مستثمر يجي اليوم لازم 3 موافقات يعني رسمية، اللي هي الماء والكهرباء والمجاري. لو تكلمنا عن فقط الكهرباء، لتوليد الكهرباء تعرف طرق، إن كان من خلال الوقود أو من خلال المحطات الطاقة الكهربائية مصادرها اللي هي التقليدية اليوم من خلال السدود، واللي هي تقريبا تشكل نسبة كبيرة بالحقيقة، أو يعني تقريبا 95% بل 99% هي تجي من المصادر السدود. واحدة من الرؤى اللي نمتلكها اليوم الحمل الواطئ يسميه اليوسف اللوت. أتمنى أنه إحنا حالنا حال تركيا والأردن وسوريا، على القليل السخانات الشمسية هذا يقلل، تعرف اليوم السخان المصادر اللي تمتص طاقة أكثر كهربائية، هذا الجلوب ما عندنا مشكلة بيه، بس الجيزرات احنا خلينا نسميها باللغة اللي أول هذه لا خلي المي الحار اللي هذا استهلاكه كبير جدا. لو عندي اليوم يعني 1000 بيت وكل بيت ياخذ 5 أمبير فقط من الجيزر، اليوم اكو دكتور معروف عندك براعة اختراع، في تحليل عندك براعة اختراع في عملت، يمكن عندي
أكثر من 30 طالب في مجال الطاقة الشمسية. نعم. أتمنى أنه نستخدم الفوتوفولتايك الخلايا الشمسية. نعم. وأنا طارح هاي بالحقيقة منذ عام 2016 لما كنت عضو مجلس الإدارة على القطاع العام في هيئة الاستثمار. ممكن عن طريق الكهرباء توزع على السخانة على القليل نخفف الحمل على الكهرباء الوطنية. أكيد. لأن اليوم الموافقات الكهرباء تقول لك أنا حدودي هذه عندي 500 ميجا لمحافظة على سبيل المثال، يعني حتى لا كمثال مثال. ويجي اليوم أني أثقل الدولة بمجمعات سكنية، والمجمعات السكنية لازم أعطيها كهرباء. تمام. هذا حمل زايد، يعني وطاقة الدولة اليوم محدودة، السدود هاي مين تجيب كهرباء بعد يعني. نعم. فإذا لازم نفكر بال حلول البديلة على القليل السخانات، الحلول الوسطية سخانات أخليها شمسية. نعم. والحمل الواطي أخليه. هذه وين تقع المسؤولية من المعمل؟ طبعاً القرار تكاملي، يعني هيئة الاستثمار تطرح، المستثمر نفسه ممكن. إحنا بالحقيقة تداولنا مع بعض الأخوة. نعم. هذه تجربة كانت موجودة. تعرف اليوم يعني وضع المخططات وسلم منحة الإجازات، لكن بإذن الله سنتكلم مع الهيئة الوطنية أيضا، نتكلم مع المحافظة، وأنا تعرف المحافظ هو أيضا دكتور هندسة ولديه خبرة في هذا المجال. تعرف لما عادة أي مشروع تبدأ فكرة صغيرة جدا و تتطور بالحقيقة. نعم. يعني كل هذا التساؤلات اللي اليوم ببالك هي ببال المواطن. أكيد. لكن يحتاج إلى قرار لأجل أن نضع هذه الصورة. إن شاء الله القرار يكون موجود. يعني بس أعطيك معلومة حتى النفايات اللي بدنا نفكر بها. يعني من المعروف كل مواطن إنتاجه يومية كيلو من النفايات الصلبة. نعم. خلي نص كيلو 500 غرام. نعم. تعرف هذا إيش قد كميته من الورق والبلاستيك والأجهزة الكهربائية. تعرف أنت كل جهاز أكيد. كهربائي له عمر تشغيلي محدد وينتهي، وهي الغسالات والبلاستيك. نعم. هذا يعني بعض المستثمرين ينطوني لغة الأرقام، أجمع $40 أشغل أيدي عاملة وأروح أبيعها $80 بعد أن أكبسها. نعم. فقط أكبسها حتى وأبيعها. هذه الدول اليوم بعض الدول تصدر نفاياتها إلى دول أخرى. مسألة إنتاج الكهرباء بالنفايات أن تكون اليوم ليس بالسهولة، لأن تحتاج مصانع، تحتاج نقل. يعني احنا عندنا بالحقيقة من الأخوة في البلديات والتخطيط الأرقام، لكن لا زالت يعني خجولة، يعني ما أسميه خجولة، قد لا تكفي في إنتاج طاقة. تعرف اليوم المشروع لازم يكون مجدي، لكن أكو قضية أو تكون مجدي أو غير مجدي. اليوم لازم أحسن البيئة. نعم. حتى إذا حسن البيئة قلل التلوث، فما يهم الدولة تصرف مثل ما تدعم بعض المشاريع، تدعم هذه المشاريع حماية على الصحة والبيئة لأجل أن يكون المواطن سليم من الأمراض. جيد. يعني أنا أذكر في أحد المرات كانت هناك جلسة في جامعة تكريت، بعض الأساتذة أو المختصين في مجال الطاقة ذهب إلى دولة متقدمة أعتقد السويد، تحدث أنه هذه الدولة تحتاج إلى طاقة في منطقة معينة، وأيضا السويد عندها قليل من النفايات وأيضا أشعة الشمس قليلة، فلجأوا أنه يستوردون النفايات ويعتمدون على بعض الساعات حتى يولدون هذه الطاقة. إحنا اليوم ما شاء الله الشمس موجودة وأيضا النفايات موجودة. أتمنى أنه هذا الموضوع يفعل بشكل جدي وأيضا مدروس، وإن شاء الله أيضا أنتم وضعين هذا الموضوع في عين الاعتبار. يعني أيضا الحديث بقد يعني دقائق قليلة، كثير من المواضيع اللي يعني حبينا أنه نتشارك بها ونتحاور بها وأيضا حتى نوضح للمشاهد، لكن أيضا بالنسبة للمشاريع الصغيرة أيضا هيئة الاستثمار ماذا وفرت أو قدمت لهذه المشاريع؟ يعني شو نصنف مشاريع كبيرة ومشاريع صغيرة؟ تعرف هيئة الاستثمار حدود 250 مليون حدود العمل لها، وأكثر من ذلك يذهب إلى الهيئة الوطنية. نعم. المشاريع الصغيرة اللي هي نقصد بها تشغل أيدي عاملة. نعم. عندنا بعض المجمعات الطبية مثلا. نعم.
بعض المولات الآن أو المجمعات التجارية يعني المولات لا موضوع هذا ضخم جدا. احنا عندنا فرصة استثمار بالحقيقة المول الأقليمي وطارحيه، هذا مشروع كبير جدا بالحقيقة. تقريبا عندنا 5 مجمعات 10 مجمعات، خمسة طبية وخمسة تجارية، هذه نسميها المشاريع الصغيرة، بس هي ماكو تعرف يعني حتى لا يصير تداخل بين المشاريع الصغيرة لما نذهب إلى المنظمات، لا احنا نحكي بهيئة الاستثمار. تعرف اليوم من أتكلم استثمار أكيد رأس المال قوي عند المستثمر وهو يفكر أنه يربح، لهذا مرات المجمعات الصغيرة يعني لو فتحت الآن مسبح قد أسمي يعني مجمع مشروع صغير، لا لأنه لكن أربطه ويا مرافق خدمية أخرى. اليوم أعطي لغة أخرى اللي هو ما هي الهدف من كل هذا الموضوع. يعني اليوم أنا حتى من يجيني هدف مشروع من المشاريع الصغيرة أنا أسوي جدوى اقتصادية، نطلب جدوى. الجدوى الاقتصادية بالحقيقة عامل مهم جدا في تحقيق الهدف الحقيقي من المشروع، إن كان ربحي للمستثمر وإن كان بفائدة إلى المستفيدين اللي هم المواطنين. اليوم أنا مو بس أعطي يعني حتى أرباح، لازم جد أشغل أيدي عاملة توفر خدمات. الوقت داركنا أيضا في يعني سؤال مهم اللي هي أو اللي هو سؤال المواقع الرئاسية، يعني باختصار أين وصلت موضوع أنه تستغل هذه المواقع الرئاسية للمواطن حتى أيضا تكون فرص استثمار بها كسياحية مرافق متنوعة. المواقع الرئاسية تعرف في صلاح الدين 5 مواقع رئاسية، تكريت الشمالي والجنوبي والشطيطة والعوجة ومكحول، ويمكن يعني الرقم كبير جدا من أتكلم عن بيوت رئاسية، خلي أتكلم عن قصور رئاسية، يعني كل بيت هو بحقيقة قصر وبمعالم وبني بطريقة فنية يعني. لكن لو أجرينا مسح ميداني نسبة كبيرة جدا 70% منها دمر، والبعض الآخر يعني حتى مسيج ممنوع الدخول به لأنه بسبب قد يكون ب يعني شيء ما مسموح به من خلال وجود القوات الأمنية، الإشعاعات أو يعني الجهات الأمنية أدرى بهذا الموضوع، والبعض الآخر مستغل من قبل القوات الأمنية للظروف اللي مرت بها. صلاح الدين القوات الأمنية بحاجة إلى هذه المواقع حاليا، لكن الآن تعرف هذه لازالت ليس ملك للاستثمار وليس مطروحة فرص استثمارية، لا زالت هي مملوكة إلى جهات أخرى اللي هو عقارات الدولة. يعني هذا شو وقت ما يعني طرحت كفرصة استثمارية أكيد ستكون بإذن الله من المواقع السياحية، وهي نفسها ممكن تكون فنادق أيضا يعني، وهي مطلعة على بكل الأحوال بجميعها هي مطلعة على ضفاف نهر دجلة. يعني سؤال أخير ولو أنه ممكن الوقت تجاوزناه، بس يعني محافظة صلاح الدين ومركزها تحتاج إلى فندق اليوم، فندق تكريت، هل ممكن أنه يعاد بناء من جديد وأيضا تكون فرصة للمستثمر حتى يجي يشوف أنه أكو فندق؟ احنا بحاجة بالحقيقة إلى فندق، لكن تعرف الفنادق هي تابعة لوزارة السياحة، ووزارة السياحة عادة حال كل الوزارات تقول لك أنا من أنطي يعني فندق لازم ذات مواصفات. يعني احنا يعني هدفنا انه يكون فندق سياحي مثل ما كان فندق 4 نجوم سابقا، اليوم نتمنى ان يكون ايضا 4 نجوم، بالعالم كله بده يصعد ال5 نجوم حتى. بس لكن هذا هل يا ترى المستثمر من يجي جدوى اقتصادية كافية؟ تعرف اليوم الفندق اقتصادي يعتمد على عدد الزائرين حتى القليل يحقق يرجع فعل مرافق أخرى حتى، لكن إذا إجى الفندق أكيد مرتبط بسياحة ومرتبط بالاستثمار والجامعة وحتى بالمواقع الرئاسية يعني. لكن راح أقول لك الفندق مرتبط بالمطار،
لكن أو في المطار الآن أكو مواصلات على القليل. اليوم المستثمر مهما كان أجنبي أو محلي أو عربي، هو اليوم من اللي يجي يأخذ مكان اللي هو ينسعد به. نتمنى أنه يتحقق هذا الشيء، وإحنا هيئة الاستثمار بالحقيقة لدينا هذا التوجه بشكل كبير إن شاء الله. موافقين الأستاذ الدكتور المهندس فياض الدليمي رئيس هيئة الاستثمار، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وهذا اللقاء، وإن شاء الله راح نكون متابعين وأيضا متواجدين مع كل خطواتكم، وأيضا قناة سامراء راح تكون مواكبة إن شاء الله لكل الفرص اللي تقدموها لإعمار هذه المحافظة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا لقناة سامراء الفضائية، وأنا بالحقيقة في كل لقاءاتي هدفي أن أنشر ثقافة الاستثمار لأجل السعادة كل أبناء صلاح الدين، لأن اليوم الاستثمار أبناء صلاح الدين ينظروا إلينا نظرة لأجل أن يكون استقرار ناتج عن خدمات يوفرها قطاع الاستثمار في صلاح الدين إن شاء الله. كن ضيف عزيز. شكرا جزيلا لك دكتور. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.